حكيتي مع القطط اني ابتديت باول قط جاب ابني لي وكان قط صغير واعطاني اياه على اساس اني ام واعرف اسبح واكل. احتضنت القط وربيته وهو صغير ومن ابتديت العالم للقطط للانقاذ. أنا أعاني بشدة من توفير الأكل، التراب، فواتير العلاج. المجتمع الخليجي اللي تعرف علي من 2014، طبعاً أنا ابتديت 2014 الانستغرام، وابتدى المجتمع يتعرف علي، فكان لي شريحة كبيرة من الأصدقاء الكل يتبرع بمبلغ بسيط مساهمة في أكلهم وشربهم وعلاجهم، ولولا هذه المساعدات البسيطة أنا ما استمريت لليوم.